الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. موعد بانوراما إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. أهلا بكم، والبداية بأهم العناوين. لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الإفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث. السيسي يؤكد توافر الإرادة السياسية لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الإفريقية في كل المحاور الاقتصادية. محمود عباس يقول من ألمانيا إن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن، وميركل تؤكد أهمية حل الدولتين. المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على عدن ولحج وأبين، ومجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن. أهلا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح منتدى الأعمال الإفريقي الياباني اليوم على هامش مؤتمر تيكات 7 باليابان، حيث أكد أن الإرادة السياسية بالقارة السمراء متوافرة لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الأفريقية في كافة المحاور الاقتصادية. وعلى هامش المؤتمر التقى السيسي كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. في ثاني أيام قمة تيكاد 7 بيوكوهاما في اليابان، شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في جلسة تحت عنوان الحوار بين القطاعين العام والخاص. قامت دول الاتحاد الإفريقي بصياغة أهداف أجندة التنمية 2063، والتي أضحت مرجعا لكافة الدول الإفريقية لتحقيق هدف التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي. كما قمنا ببلورة برنامج تنمية البنية التحتية في إفريقيا بيدا بهدف تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية والطاقة على المستوى القاري. كما افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع السيد شينزو آبي منتدى الأعمال الإفريقي الياباني على هامش أعمال القمة 7 للتيكاد. يأتي هذا المنتدى ليؤكد ما باتت إفريقيا توفره من مناخ إيجابي لاحتضان رواد الأعمال وجذب الاستثمارات. لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الإفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث، والتي تشمل جميع المحاور الاقتصادية والمجتمعية والهيكلية في مختلف دول الاتحاد الإفريقي. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني. السيد الرئيس أشاد خلال اللقاء بالدور الحيوي الذي يقوم به الرئيس موسيفيني كأحد القيادات الحكيمة في إفريقيا وبجهوده لتعزيز الأمن والاستقرار في القارة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد أنطونيو غوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة. السيد الرئيس أكد تطلع مصر لمواصلة التعاون والتنسيق مع المنظمة الأممية لتعزيز دورها الأساسي في معالجة الملفات ذات الأولوية للدول النامية، وكذا تمويل تطبيق أجندة التنمية المستدامة 2030. عقبها لقاء مع السيد هيروشي جي سيكو وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني. الوزير الياباني رحب بالسيد الرئيس في اليابان، مؤكدا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات. كما حضر سيادته العشاء الذي أقامه السيد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي. السادات والسادة، إننا نثمن ما أبدته اليابان من التزام نحو تعزيز التعاون وتكثيف التشاور مع دول الاتحاد الإفريقي في إطار محفر التيكاد، وكذا الالتزام بتعزيز الصلات بين شعوبنا
بما يسهم في دفع مسيرة التنمية في القارة الإفريقية، ويستجيب لمصالحنا المشتركة في إطار من احترام سيادة الدول ومقدراتها. إننا نلتقي مجدداً وللمرة السابعة للبناء على ما تم إنجازه في إطار الشراكة القائمة بين بلدكم الصديق والقارة الإفريقية. بحث وزير الخارجية سامح شكري اليوم بمدينة يوكوهاما اليابانية مع نظيره الياباني تارو كونو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. كما تطرقت جلسة المباحثات للتنسيق المشترك حول أعمال القمة الجارية لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد، والتي انطلقت أعمالها بمدينة يوكوهاما اليابانية أمس الأربعاء وتستمر لثلاثة أيام. قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الدولة تطمح في تحقيق تقدم أكثر في ملف تقنين واسترداد أراضي الدولة بالمحافظات. وخلال اجتماع عقده بحضور وزير التنمية المحلية وعدد من المحافظين، قال مدبولي إن هذا الاجتماع يأتي تمهيدا للاجتماعات التي سيعقدها رئيس الجمهورية مع المحافظين الشهر المقبل في إطار متابعة ملف أراضي الدولة. وقال وزير التنمية المحلية إن دور المحافظات يتمثل في عملية التقنين طبقا للقانون 144 لعام 2017 من حيث تلقي طلبات التقنين وإصدار أذون الفحص وإصدار أذون المعاينات وغيرها. قام قطاع مكافحة المخدرات بشن حملات أمنية مكبرة استهدفت النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب لضبط مروجي المخدرات الذين يستهدفون الشباب. يأتي ذلك فيما تتواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد، والتي أطلقتها وزارة الداخلية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة بفروع السلاسل التجارية الكبرى على مستوى الجمهورية. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط تجار وحائز المواد المخدرة بهدف حماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، قام قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بتوجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت محيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية والمصايف بالمحافظات الساحلية لضبط مروجي المواد المخدرة الذين يستهدفون التجمعات الشبابية لترويج سمومهم القاتلة. أسفرت نتائج جهود الحملات خلال 4 أيام وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام عن ضبط 74 قضية اتجار وحيازة مواد مخدرة ب 82 متهما بحوزتهم أكثر من 25 كيلوغرام من مخدر البانجو وأكثر من 9 كيلوغرامات من مخدر الحشيش وما يتعدى 2 كيلوغرام ونصف من الهيروين وأكثر من 1200 قرص مخدر وكميات من مخدري الاستروكس والأفيون. كما تم ضبط أكثر من 2,300,000 جنيه وأسلحة وطلقات نارية وست سيارات وأربع دراجات نارية. نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط تشكيل عصابي من 6 أشخاص لقيامهم بالاتجار في الأدوية غير المرخصة والمنشطات منتهية الصلاحية وبحوزتهم 1,300,000 قرص من الأدوية منتهية الصلاحية وست أكلاشيهات خاصة ببعض الصيدليات، وذلك أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة حلوان. الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية نجحت في ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على بيانات البطاقات الائتمانية لعملاء البنوك وسحب أموال عن طريقها واستخدام هذه الأموال في شراء منتجات وبضائع من مواقع التسوق الإلكتروني بالخارج وشحنها لداخل البلاد والتصرف فيها بالبيع. وبإرشاده تم ضبط أجهزة كمبيوتر ولابتوب وأقراص تخزين ومبالغ مالية حصيلة النشاط الإجرامي. فعاليات مبادرة كلنا واحد تتواصل. المبادرة التي تأتي برعاية رئيس الجمهورية وأطلقتها وزارة الداخلية توفر السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة في فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ومنافذ أمان التابعة للوزارة
وفي المنافذ المتحركة التي توجه للأحياء والميادين والقرى وفي الشوادر المقامة لهذا الغرض. في الوقت الذي تواصل فيه الوزارة جهودها لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة، فبالاشتراك مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، شنت إدارة شرطة التموين بمديرية أمن البحيرة حملات مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري بهدف حماية جمهور المستهلكين. نجحت خلالها في ضبط أكثر من 29 طن حلاوة طحينية وكمية من مستلزمات إنتاجها لدى مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الحلاوة ويستخدم مواد خام مجهولة المصدر. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام بلاده بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل برعاية مصرية. كما طلب عباس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل الدول الأوروبية المؤيدة لمبدأ حل الدولتين بمساندة فلسطين لتحقيق ذلك، على أن تكون تجري مفاوضات السلام تحت رعاية دولية وليس أمريكية. تطورات عملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات الاعتداءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني كانت محور مباحثات الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل. الرئيس الفلسطيني دعا بأن تكون المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي برعاية دولية كاملة بعد اعتماد الولايات المتحدة إجراءات تتناقض والمرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي. وللأسف الشديد فإن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا عندما ترفع ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات وتخالف الشرعية الدولية وتستبدلها بإجراءات متناقضة مع الشرعي مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره. المستشارة الألمانية من جانبها أكدت ضرورة العمل على التوصل لحل سياسي وفي مقدمته خيار حل الدولتين، مؤكدة على حق الفلسطينيين في التنمية الاقتصادية. الشعب الفلسطيني له الحق في حياة اقتصادية واجتماعية جيدة، هم بحاجة إلى التنمية الاقتصادية. ألمانيا تعمل على هذا التوجه، نحن أكبر شريك مانح للفلسطينيين. العام الماضي قدمنا 110 ملايين يورو نصفها على مشاريع تعاون مع السلطة الفلسطينية. ووعد الرئيس الفلسطيني بالذهاب لانتخابات عامة بعد عقد اتفاق برعاية مصرية، وطالب كل الدول الأوروبية التي تؤمن بحل الدولتين بالاعتراف بدولة فلسطين من أجل السماح للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ودعم تطوير العلاقات الثنائية وعقد اللجنة الوزارية المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين ألمانيا وفلسطين. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أيمن سمير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. دكتور أيمن بعد التحية، هل تجد دعوة الرئيس عباس لرعاية دولية لمفاوضات السلام أي صدى لدى المجتمع الدولي؟ بالتأكيد لا، هذه الدعوة ليست جديدة من قبل الرئيس أبو مازن، لكن الرئيس أبو مازن دعا لهذه الفكرة بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، واعتبار القيادة الفلسطينية أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست أهلا وليس شريكة لرعاية عملية السلام في المستقبل. أنا في اعتقادي كانت هناك في السابق ما يسمى بالرباعية الدولية التي كانت تضم بجانب الأمم المتحدة كل من الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. دور الرباعية الدولية تضاءل بشكل كبير للغاية منذ وصول الرئيس ترامب للحكم في بعد انتخابات 6 نوفمبر 2016 وحتى الآن. أنا في تصوري يمكن العمل مع الأوروبيين في مسار آخر. هناك 26 برلمان أوروبي اعترفوا بالدولة الفلسطينية على حدود ما سمي بنون ممبر ستيت أو دولة مراقب في الأمم المتحدة. هذا القرار يمكن الاعتماد عليه والاستناد عليه لدعم الأوروبيين حتى تعترف الحكومات الأوروبية بما اعترفت به البرلمانات الأوروبية. فقط دولتان في أوروبا هما اليونان والسويد
اللتان اعترفت بحدود فلسطين على حدود 1967. لكن فكرة تشكيل رأي عام دولي بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية لحل القضية الفلسطينية، أنا في اعتقادي هذا صعب للغاية لأكثر من سبب. ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن هي شريك رئيس في عملية السلام في الشرق الأوسط، رغم انحيازها الواضح والفاضح إلى إسرائيل في هذا الأمر. الأمر الآخر أن الطرف الثاني وهو إسرائيل لا يمكن أن يقبل بحلول لا تتفق مع هوى الولايات المتحدة الأمريكية أو مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. السبب الثالث أن الأوروبيين الذين خطبهم الرئيس أبو مازن ما زالوا حتى الآن مرتعشين في اتخاذ أي قرار بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وإن كانوا أكدوا على التزامهم بحل الدولتين وحدود 4 يونيو 1967. وجميعا نتذكر أن الرئيس الفرنسي السابق أولاند حينما دعا لمؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في 2015 لم يذهب وزير الخارجية الأمريكي في ذلك الوقت جون كيري، واعتبر أن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن تنساق وراء فكرة أسماها بالفكرة البعيدة. لكل ذلك أعتقد أن فكرة تشكيل رأي عام دولي مناهض للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية هذا أمر للغاية. لكن يمكن العمل على الرأي العام الأمريكي، على المؤسسات الأمريكية، على العقلاء الأمريكيين، على من يؤمنون بحل الدولتين في الولايات المتحدة الأمريكية. قد تكون هناك رؤية للرئيس ترامب، لكن قد تكون هناك آراء أخرى سواء داخل الجمهوريين أو حتى داخل الحزب الديمقراطي. نعم. وبالتالي يمكن بناء موقف أمريكي مساند للجانب الأوروبي مع روسيا، مع الصين، مع باقي الشركاء الدوليين، لكن بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وليس بعيدا عنها. نعم، أشكرك دكتور أيمن سمير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي على هذه المداخلة. ميدانيا، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام المصلين لمدة 24 ساعة بسبب الأعياد اليهودية، وسمحت للمستوطنين باستباحته ونصب خيامهم في الساحات الخارجية للحرم. يأتي هذا الإغلاق ضمن سلسلة من الاعتداءات الممنهجة لتحقيق مخطط الضم والتهويد الكامل للحرم الإبراهيمي الشريف، وتكرر سلطات الاحتلال إغلاق المسجد لما يقرب من 10 مرات في العام تحت ذريعة الأعياد اليهودية في محاولة لاستباحة كل المقدسات الإسلامية في فلسطين. أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم قرار هندوراس فتح مكتب دبلوماسي في القدس مرتبط بسفارتها في تل أبيب، وقررت تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة ضد هذه الخطوة. كما قررت الخارجية الفلسطينية تقديم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد هندوراس لمخالفتها قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام 1980. كانت حكومة هندوراس أعلنت أن الرئيس خوان أورلاندو إرنانديز سيقوم بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح مكتب دبلوماسي في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل. إلى الشأن اليمني، حيث سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مجددا على عدن وأبيان وزنجبار عاصمة محافظة أبيان جنوب اليمن بعد انسحاب قوات الحكومة الشرعية منها. وأعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن والتصعيد الدائر في عدن، ودعا إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية. قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الذي يطالب بانفصال الجنوب سيطرت على مدينتي زنجبار وجعار، وهما من كبريات مدن أبيان الواقعة شرقي عدن، وذلك بعد انسحاب قوات الحكومة الشرعية منها. القوات الشرعية انسحبت تباعا من مواقعها في محافظتي عدن وأبيان باتجاه منطقة شقرة بمحافظة أبيان بعد تعرضها لغارات جوية. وأعلن المجلس الانتقالي سيطرة القوات التابعة له على عدن ولحج وأبيان، مشيرا إلى تأمينها من الخلايا التي تدعمها الجماعات الإرهابية متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، مستغلة تواجدها واختطافها لقرار الشرعية. عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائبه زارا الخميس مطار عدن لتفقد المطار والتأكد من سلامته واستمرار إجراءاته في استقبال الرحلات الجوية.
ومن ناحيته أعرب مجلس الأمن الدولي عن القلق من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن والتصعيد الدائر في عدن وشبوة، ودعا إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، مشددا على ضرورة تفعيل محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الإنسانية في اليمن. وخلال ترأسه اجتماعا عسكريا في محافظة مأرب، قال وزير الدفاع اليمني إن الجيش سيتصدى لأي مشروعات تستهدف المساس بأمن واستقرار البلاد وسيادتها ووحدتها والحفاظ على نسيجها الاجتماعي. في سياق متصل، أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن اعتراض وإسقاط طائرة دون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية من صعدة تجاه المملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى، ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثي كثفت من خروقاتها للهدنة الأممية في الحديدة غربي اليمن، وشنت قصفا مكثفا استهدف أحياء سكنية ومجمعات تجارية. في خروقات جديدة للهدنة الأممية في الحديدة، كثفت الميليشيات الحوثية من استهدافها للأحياء السكنية والمجمعات التجارية، وقصفت مواقع للقوات المشتركة شرق المدينة بالتزامن مع تصعيد لعملياتها ومحاولات التسلل والاستهداف المباشر وتحريك قوات ومجاميع صوب تحيتا وحيس جنوب الحديدة. يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي أعلن فيه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عن موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين على مقترحه حول تطبيق اتفاق الحديدة استنادا إلى اتفاق ستوكهولم. وعلى صعيد آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي الملكي أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيات الحوثية من صعدة باتجاه المملكة العربية السعودية. وفي بيان له، أوضح الملكي أن محاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، مؤكدا أن التحالف يتخذ كافة الإجراءات العملياتية وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية. حققت قوات الجيش السوري اليوم مزيدا من التقدم في محافظة إدلب الواقعة شمال غرب البلاد بسيطرتها على عدة قرى وبلدات. وبعد تحرير مدينة خان شيخون، يستهدف الجيش السوري استعادة السيطرة على الطريق الدولي الذي يربط المدن الرئيسية في سوريا من قبضة فصائل المعارضة المسلحة. نجحت قوات الجيش السوري في التقدم في محافظة إدلب شمال غربي البلاد بسيطرتها على بلدتي التمانعة والخوين، فضلا عن ثلاث قرى شرقية خان شيخون. من جانبها، دعت الأمم المتحدة أطراف الصراع في سوريا إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على حياة المدنيين أثناء العمليات العسكرية. أدعو كافة أطراف الصراع في سوريا إلى الالتزام الكامل بالحفاظ على حياة المدنيين أثناء العمليات العسكرية، والالتزام بضوابط القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لإيصال المساعدات للمدنيين. ومنذ إبريل بدأت القوات السورية عملية عسكرية لتحرير مناطق عدة في إدلب، والتي تعد آخر معاقل المعارضة المسلحة في الأراضي السورية من قبضة الميليشيات. وقبل أسبوعين واصل الجيش السوري تقدمه نحو ريف إدلب الجنوبي حيث يمر الطريق الدولي. هذا ويعد تحرير الطريق الدولي هدفا رئيسيا للجيش، حيث يربط أبرز المدن السورية من حلب إلى حماة وحمص وصولا إلى دمشق والحدود الأردنية جنوبا. وفي هذه الأثناء يواصل اللاجئون السوريون العودة إلى بلادهم، حيث تواصل وحدات سلاح المهندسين السوري تطهير الأراضي من الألغام لتأمين عودة المدنيين إلى منازلهم. ووفقا لمركز المصالحة الروسي، عاد إلى سوريا 375,609 أفراد من لبنان والأردن منذ منتصف يوليو من عام 2018. عاد مئات اللاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم، وذلك ضمن عملية نظمتها السلطات اللبنانية. ويتولى الأمن العام اللبناني عمليات عودة جماعية للاجئين السوريين، تمت بموجبها إعادة أكثر من 300,000 لاجئ إلى سوريا.
قافلة جديدة من الحافلات تستعد لنقل دفعة أخرى من اللاجئين السوريين من لبنان إلى سوريا ضمن سلسلة من الرحلات الرامية لإعادة السوريين الذين شردتهم الحرب إلى موطنهم. في بلدة برج حامود شمالي العاصمة اللبنانية بيروت تجمع مئات اللاجئين بأمتعتهم لبدء رحلة العودة. في واحد في أحلى من اللي يرجع على بلده ويشوف أولاده؟ في أحلى من هيك فرحة؟ كيف اني بدي اروح اشوف اولادي؟ ومنذ مايو من عام 2018 تسجل المديرية العامة للأمن العام في لبنان والتي تتولى شؤون اللاجئين بيانات اللاجئين الراغبين في العودة إلى سوريا. وقدرت المديرية في مارس الماضي عودة 170 ألف لاجئ سوري منذ ديسمبر 2017 ما بين أشخاص نظمت المديرية رحلاتهم وآخرون عادوا من تلقاء أنفسهم. لله رب العالمين نرجعنا على وطننا والشعب اللبناني هون كانت ضيافته كتير منيحة. رب العالمين يسرنا على الرجعة بعد ما صار في أمن وأمان الحمد لله رب العالمين. على مدار 8 سنوات من الحرب في سوريا يستضيف لبنان نحو 1 مليون لاجئ سوري ويسجلون أعلى نسبة لاجئين بالنسبة إلى عدد السكان المقدر عددهم بنحو 5 ملايين نسمة ويتطلعون إلى العودة إلى بلادهم مع استقرار الأوضاع وتراجع حدة القتال في كثير من المناطق. بانوراما المتواصلة معكم ونتابع فيها بعد أخبار الاقتصاد. الرئيس الإيطالي يكلف كونتي بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة. المجمعات هي محاولة للاستفادة من الخامات المصرية اللي موجودة وتحويلها قيمة مضافة نستفيد منها في السوق المصري والفائض منها ممكن يصدره للخارج. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان لعمارة الأرض، يلا نبني كلنا مع بعضنا لأجل خاطر بلدنا. النهاردة كل ما هشغل مصريين هغير حياتهم، أكيد هيبقى وضعهم مختلف مع أسرهم ومستقبلهم واطمئنوا ونكمل. احنا بنتحرك بجدية وبمسؤولية لتغيير الواقع اللي احنا بنعيشه في مصر. هنفضل نبني ونعمر طول ما احنا عايشين. ما هو قادم الملف الاقتصادي في نشرتنا لهذه الساعة؟ أخبار المال والأعمال مع الزميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا لك غدا، شكرا أشرف. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. رئيس مجلس الوزراء يؤكد اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا على مستوى العالم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه تم اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 25 مقصدا سياحيا على مستوى العالم. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لاستعراض مخططات ومشروعات تطوير مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر بما يسهم في إثراء المقاصد السياحية وتنشيطها وزيادة العائدات المادية منها. من ناحية أخرى أكد مدبولي حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من مختلف أصول الدولة غير المستغلة خاصة الأراضي لسرعة طرحها وتنفيذها تعظيما للعائد من استثمارها. وفي هذا الصدد قدم وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار عرضا حول مقترحات ومخططات تطوير الأراضي المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية في الإسكندرية.
وقع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والوزير المفوض الصيني هان بينغ بروتوكول تعاون لإنشاء مركز للتدريب المهني والفني من أجل تأهيل العمالة بالمنطقة الاقتصادية في العين السخنة باستثمارات تقدر ب 110 ملايين جنيه. وذكرت المنطقة الاقتصادية في بيان لها أن البروتوكول يأتي في إطار تعزيز مجالات التعاون بين الجانبين وما تشهده المنطقة الاقتصادية من نمو للاستثمارات الصينية في عدد من القطاعات الصناعية. واصلت مؤشرة البورصة المصرية تعزيز مكاسبها لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس في نهاية تداولات الأسبوع، مدعومة باستمرار عمليات الشراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، بينما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7 مليارات و300 مليون جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 770 مليار جنيه وسط تداولات إجمالية تجاوزت 2 مليار جنيه. وقفز المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجيكس 30 بنسبة 1.64%، كما زاد مؤشر إيجيكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.1%. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المسؤولين التجاريين الأمريكيين والصينيين سيجرون مناقشات اليوم الخميس قبل أيام من الموعد المقرر لرفع واشنطن التعريفات الجمركية على سلع صينية بمليارات الدولارات. من جانبها قالت وزارة التجارة الصينية إن بكين وواشنطن تبحثان في الجولة التالية من مباحثات التجارة المباشرة والمقررة في شهر سبتمبر، لكن الأمال في تحقيق تقدم تتوقف على ما إذا كان بمقدور الولايات المتحدة توفير الظروف الملائمة. وكان ترامب قد فرض الجمعة الماضية رسوما إضافية بنسبة 5% على سلع صينية تقدر بنحو 550 مليار دولار، وذلك بعد ساعات من إعلان بكين فرض رسوم انتقامية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار. هبطت عوائد سندات الخزانة الأمريكية وسجلت عوائد السندات لأجل 30 عاما أدنى مستوياتها على الإطلاق، بينما أذكت مخاوف من ركود محتمل والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة طلبا قويا على الدين الحكومي المنخفض والمخاطر. وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 عاما في أواخر التعاملات نسبة 1.93%، أي بانخفاض بنسبة 2.2 نقطة أساس. قال وزير الخزانة الأرجنتيني هيرنان لاكونزا إن بلاده ستتفاوض مع حائز سنداتها الدولية وصندوق النقد الدولي لتمديد آجال التزامات ديونها كوسيلة لضمان قدرة البلاد على الدفع. وأضاف أن الحكومة ستمدد فترات استحقاق السندات الدولية دون خفض أصل الدين أو الفائدة. وأوضح الوزير الأرجنتيني أن بلاده ستحافظ على مدفوعات الدين أثناء عملية التفاوض على تمديد فترات الاستحقاق. أعلنت الحكومة الأندونيسية أنها لن تتخلى عن جاكرتا بعد إعلانها عن خطط لنقل عاصمة البلاد، وتعهدت بإنفاق 40 مليار دولار خلال العقد المقبل لإنقاذ المدينة التي تتعرض للغرق ببطء. وأضافت الحكومة أن العاصمة الأندونيسية الحالية ستخضع لعملية تجديد حضري بتكلفة تصل إلى 40 مليار و180 مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وهو ما يزيد على التكلفة المتوقعة لبناء عاصمة جديدة على جزيرة بورنيو والبالغة نحو 33 مليار دولار. ومن المتوقع أن تبدأ الحكومة الانتقال إلى العاصمة الجديدة في مقاطعة كاليمنتان الشرقية في عام 2024.
أظهرت بيانات أوروبية اليوم حدوث تحسن طفيف في المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو في أغسطس، مدفوعة بتفاؤل في قطاعي الصناعة والتجزئة مع تحقيق أكبر لتحسن في إسبانيا. وأظهر مسح المعنويات الشهري للمفوضية الأوروبية أن المؤشر العام للدول التسعة عشرة بالمنطقة بلغ 103.1 نقطة، صعودا من 102.7 في الشهر السابق. ختام وقفتنا الاقتصادية وعودة من جديد للزملاء أشرف عبد العاطي وغدا فاروق واستكمال البانوراما. تفضل. شكرا لك أمير. كلف الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي اليوم بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة. ويتوقع أن يحصل كونتي على بضعة أيام لإجراء مشاورات سياسية لتحقق من ضمان غالبية في البرلمان بعد موافقة حركات 5 نجوم المناهضة للمؤسسات وللحزب الديمقراطي العمل معا ضمن ائتلاف جديد. مرة أخرى يعود جوزيبي كونتي إلى تصدر المشهد السياسي في إيطاليا، وذلك بعد أن كلفه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بتشكيل حكومة جديدة بعد اتفاق لتجنب انتخابات مبكرة حسب ما أعلن متحدث باسم الرئاسة الإيطالية. وبات الوقت داهما لحل الأزمة السياسية في إيطاليا التي تعيشها منذ 3 أسابيع، حيث يسعى ماتاريلا لإخراج البلاد من هذه الأزمة خاصة مع زيادة الديون، الأمر الذي يحتم سرعة اتخاذ قرار بشأن موازنة الدولة في الأشهر المقبلة. كونتي والذي سبق وأن أعلن عزمه تقديم استقالته بعد خلافات داخل التحالف الحاكم حزب الرابطة وحركة النجوم الخمس، أعلن قبوله تشكيل الحكومة من منطلق مسؤوليته الوطنية، مشيرا إلى أنه سيقوم بمشاورات مع الأحزاب السياسية لبضعة أيام للحصول على غالبية في البرلمان. وعرض كونتي الخطوط العريضة لبرنامجه الرامي لجعل إيطاليا أكثر عدالة وتنافسية وشمولية على حد قوله. أشكر الرئيس الإيطالي على ثقته في شخصي وتكليفي بتشكيل الحكومة الجديدة، واليوم نبدأ المحادثات السياسية للخروج في أسرع وقت ممكن من فترة الغموض السياسي الناجم عن الأزمة الحكومية. ومع غياب تشكيل حكومة جديدة قد تواجه إيطاليا زيادة في ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على الطبقات الفقيرة وتدخل البلاد مرحلة ركود اقتصادي. وكان كونتي الذي يتمتع بشعبية كبيرة في إيطاليا قد حصل خلال الأيام الماضية على دعم الأوروبيين أثناء انعقاد قمة مجموعة 7 بفرنسا، ثم على دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد بدوره السياسي أثناء تولي رئاسة الحكومة الإيطالية. قامت الصين بنشر مزيد من جنودها في جزيرة هونغ كونغ قبل أيام من تظاهرات جديدة بالمدينة لمطالبة الحكومة الصينية بإرساء مبادئ الديمقراطية. كما كثف الجيش الصيني من استعداداته الأمنية تحسبا لاندلاع أي أعمال عنف خلال التظاهرات. وتشهد الجزيرة الخاضعة للحكم الصيني أكبر أزمة سياسية منذ تسليمها لبكين في عام 1997 بعد استقلالها عن بريطانيا. تعيش هونغ كونغ منذ قرابة 3 أشهر على وقع احتجاجات غاضبة وأحيانا عنيفة مناهضة للحكومة، أشعل شرارتها الأولى مشروع قانون جرى تعليقه حاليا لتسليم المشتبه فيهم إلى الصين، فضلا عن مخاوف من سعي بكين إلى إخضاع هونغ كونغ إلى سيطرتها بشكل أكبر. وفي أحدث تطور للأوضاع في المنطقة، حذر المتظاهرون في هونغ كونغ من أن مبدأ دولة واحدة ونظامان المعمول به هناك من الممكن أن ينهار في حال أرسلت بكين جيشها لإخماد الاضطرابات في المنطقة. وجاء التحذير خلال المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه 3 أشخاص يرتدون الأقنعة والخوذات لإخفاء هوياتهم خشية الملاحقة. إذا حضرت قوات جيش التحرير الشعبي الصيني إلى هونغ كونغ
فهذا يعني أن إطار دولة واحدة ونظامان سوف ينهار رسميا. لا نعرف ما إذا كان هذا صحيحا أم لا. حتى لو كان هذا صحيحا أعتقد أن هذا لن يرهب سكان المدينة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن الاحتجاجات في هونغ كونغ يجب أن تحترم القانون وأن الحامية العسكرية الصينية هناك عازمة على الدفاع عن المنطقة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تدريبات الشرطة المسلحة في شينغين كانت جزءا من تدريبات سنوية معتادة ليس إلا. رسالتنا واضحة للغاية، 5 مطالب لا غنى عنها، يجب تلبية كل منها. ما دامت الحكومة لم تتراجع، أعتقد أن الاحتجاجات والمسيرات وكل أشكال العصيان المختلفة ستتوصل في المستقبل. كان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى شوارع هونغ كونغ للتنديد بشركة طيران لعزلها موظفين شاركوا في مسيرات مناهضة للحكومة اجتاحت المدينة التي تحكمها الصين في الأسابيع الماضية، مما اضطر المطار للإغلاق قبل أسبوعين بعد أن سيطر المتظاهرون على قاعات الوصول لعدة أيام، مما أدى إلى إلغاء 1000 رحلة طيران ووقوع اشتباكات مع الشرطة. بانوراما نيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. اتحاد المستثمرين يكرم عددا من أوائل الثانوية العامة ويقدم لهم 100 منحة تعليمية. كرم اتحاد المستثمرين عددا من أوائل الثانوية العامة وشارك الطلاب الأوائل في جولة ميدانية بعدد من المنشآت الصناعية، وتعرف الطلاب لتجارب رجال الصناعة المصرية. كما حصل الطلاب الأوائل على 100 منحة تعليمية، ولكن بشرط استمرارهم في التفوق خلال دراساتهم بالكليات والجامعات المختلفة. في لمحة إنسانية وتشجيعاً لأوائل الثانوية العامة واستمرارهم في النجاح والتفوق، جاء تكريم اتحاد المستثمرين لعدد من الأوائل. طبعا هي حاجة كبيرة جدا عندي، يعني أنا كانت ثانوية عامة بالنسبة لي كانت حاجة صعبة، والحمد لله اجتهدت ربنا وفقني، فإن أنا ألاقي المجهود ده حد بيقدره أو بيكرمني فدي حاجة كبيرة قوي عندي بجد. يعني أكيد عايزة أشتغل نفسي بقى في اللغات، أخد أكتر لغات على قد ما أقدر، ككمبيوتر سكيلز، كل الحاجات دي محتاجة أضبطها عشان أبقى سفيرة إن شاء الله. كما قام أوائل الثانوية العامة بزيارة لعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، واستمعوا لخبراء الصناعة ورؤيتهم لنهضة مصر وبنائها بالعلم والإنتاج. نعمل لهم في كل سنة قبل بداية العام الدراسي مجموعة زيارات ميدانية لبعض المنشآت الصناعية عشان يتعرفوا على الصناعة اللي موجودة في مصر، ويبتدوا يرتبطوا ببلدهم ويشوفوا بلدهم عظيمة قد إيه. بنحاول نزرع فيهم حدة الانتماء للبلد، وبنستخدم قضية العلم، لأن إحنا واثقين أن لا تقدم لأي دولة من دول العالم إلا بالعلم المتميز والبحث العلمي. التكريم جاء في صورة منح تعليمية لأوائل الثانوية العامة، ما يعكس تكاتف الجهود للنهوض بالعملية التعليمية عبر المشاركة في المسؤولية المجتمعية. باعتبارهم قادة المستقبل وركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية، جاءت استضافة إحدى الصروح الصناعية الكبرى بمدينة العاشر من رمضان لأبنائنا من أوائل الثانوية العامة في خطوة مهمة لتحفيز الطلاب على النجاح والتفوق وتعزيز الانتماء لمصرنا الغالية. أمل صبري، النيل. بدعم من وزارة الآثار الليبية وحفاظاً على الآثار التاريخية، قامت مجموعة من علماء الآثار الليبيين بترميم مقبرة يونانية قديمة في مدينة الشحات الليبية. يأتي ذلك للحفاظ على المنطقة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة يونسكو كموقع للتراث العالمي. مدينة الشحات الليبية تعددت مسمياتها، فالبعض يسميها قوريني والبعض الآخر يسميها قوريبينا، وهي مدينة أسسها الإغريق في منطقة الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا. الشحات من أجمل مدن ليبيا حضارة وتاريخا، فضلا على أنها تحتل المركز الثالث في العالم من حيث الجمال، وتتميز أيضا بالعديد من المعالم التاريخية البارزة. وبدعم من وزارة الآثار الليبية وحفاظا على الآثار التاريخية بالمدينة،
يعمل علماء أثار ليبيون على ترميم مقبرة يونانية قديمة للحفاظ على المنطقة التي أدرجتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو كموقع للتراث العالمي. بدأ قسم الترميم في مراقبة أثار شاحات التابع لمصلحة الأثار الليبية تابع للحكومة المؤقتة بعملية التنظيف والترميم لهذه المقبرة لما تحتاجه من عناية واهتمام، وتعتبر هذه المقبرة فريدة من نوعها في هذا في هذه المدينة. شيدت المقبرة في القرن الرابع قبل الميلاد، وتعد الملامح أو الشكل المعماري لهذا الموقع في حالة جيدة جدا. هذه المقبرة تميزت بكامل عناصرها المعمارية من أعمدة دورية، ومن خلال هذه العناصر يمكن تحديد الزمن أو الفترة الذي ترجع لها هذه المقبرة، وهي القرن الرابع قبل الميلاد، وهي مقبرة إغريقية. الشحات وجهة مفضلة للليبيين في جميع أوقات العام بسبب مناخها المعتدل وطبيعتها الخلابة وغابات الصنوبر التي تحيط بالمعالم الرومانية واليونانية المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. ختام بانوراما نيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. لقد أثبتت الفترة الماضية توافر الإرادة السياسية لدفع الجهود الإفريقية المخلصة للإصلاح والتحديث. السيسي يؤكد توافر الإرادة السياسية لدفع جهود الإصلاح والتحديث بالدول الأفريقية في كل المحاور الاقتصادية. محمود عباس يقول من ألمانيا إن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن، وميركل تؤكد أهمية حل الدولتين. المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على عدن ولحج وأبيد، ومجلس الأمن الدولي يعرب عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.